لذلك ودائما هذا القصة كررها، يعني أحد وصلني واستغربت، أنا بنفسي مستغرب. يوم من الأيام الساعة 1 تقريبا يتصل بي، وطبعا اتصالات ما شاء الله مستمرة وجميل، وأنا متبرض لهم أكون صريح معاكم، الله يعلم أني أريد أجر عند الله سبحانه وتعالى. اتصل بي أحد المتابعين معاي، قال أنت الأخ سالم؟ قلت نعم. قال أنا ولد الحلال رحت راويت بصورتك في مشتفى السلطاني وقلت لهم هذا الإنسان أريد ألتقي به. قال هذا ما يداوم معنا، هذا يداوم في السويق، وأنا الآن يقول في مواقف مشتفى السلطاني وأريد أوصل معك. قلت الساعة هي 1:15 أعتقد، وأنا الساعة 2 أكون صريح معك أخرج من المكتب. وليت مالي معلم مال هناك حيث مسوى مكبوس دياي ولا شيء من التغذية. قال لي أنا مصاب بالإيدز من 20 عام وما أخذ العلاج، من 20 عام وما تأخذ العلاج وعلى قيد الحياة؟ قال نعم. ليش؟ قلت له هذه في أشياء نحن نعرفها، لكن محاضرتك ومقاطعك طمنتني أن في سرية. قلت له نعم، وأنا أكفل لك هذا الموضوع. وقلت حاجة أنك إذا طلعت أنا مصاب تعطوني العلاج. قلت له نعم. وتساعدوني في وجود زوجة. قلت له نساعدك صح، لكن وزارة الصحة ما توفر الزوجة، ما تزوج، توفر العلاج والفحص، الزواج هذا نحن نبحث لك لعل في حد مناقطك مصابة وجاهز الزواج نزوج كما فعلنا مع ناس ثانين، زوج ناس ثانين وأنجب أطفال غير مصابين، الزوج مصاب والزوجة مصابة وأنجب أطفال غير مصابين بالعلاج. قلت له هذا كفل لك إياه، لكن الزوجة شوية أقول له ما أضمن لك. قال أنا صابر 20 سنة وأكثر عن 20 سنة وعمري 54 سنة ومتقاعد. وقال لي ما عندي مانع أن القصة تنتشر، متقاعد برتبة مدير، عندي كل الخير والبيت والسيارة، لكن ما عندي من يسلي خاطري، واحد بذاك البيت أركب. وجاء معاي أول الصباح يوم دخل عندي يا أخوان ما شاء الله، يسمونه ذا جحفل يعني كي ما شاء الله. قلت له لا تقول أنت اللي متصل بي أمس. قال أنا، لأن عدة شباب متصلين قبل فما عرفت من اللي متصل. قال أنا مسبق عند مواقف السلطاني. قلت أنت؟ قلت أنت مصاب؟ قلت أنت ما مصاب؟ شوي ابتسم، هذا محياه وجهه بدأت ترد الروح. يا أخوان رسالتنا رسالة، رسالة إنسانية. قلت لي لس لس أنت ما عندك شيء، ليش أنا استندت هذا الكلام؟ استندت مستحيل أن عند الفيروس وعشرين سنة وما طالع عند أعراض، 20 سنة لازم إياب لي إياه فوق كرسي أكون صريح معاكم. فحصت هذا الشخص نفس الفحص هذا وجدت سليم. قال شي عندك فحص آخر؟ قلت نعم، نأخذ من الوريد ونرسل أمراض معدية، لكن يتأخر، لكني بلتمس لك لأن المكان بعيد شوية لازم تشيل سيارة ما معاي في المكان هذا، لكن بلتمس لك المساعدة. قال أرجوك. فعلا إخوان جزاهم الله عنا كل خير ولهم الشكر، سووا لهم الفحص، سووا الفحص نفس اليوم يعني الساعة 1:30 2 هو روح عني، لكن روح مطمن 90% أو 95%. أنا قلت له اطمن، خذ لك دوشك ونام على راحتك ما عندك شيء. طلع التقرير ماله إنما مصاب، والله يبكي يا أخوان، ترى صعب الرجل يبكي، رجل كبير يبكي بكاء شديد في الهاتف يكلمني. ليش؟ قال قول قصتي، أنا أكثر عن 20 سنة وأنا بين الجنس والخمر، عذر وذا الكلام، وما وقف من يوجهني. حتى قبل 2 سنين بس مروا علي أخوان صالحين مثلكم شرواتكم وخضوا لي العمرة، ثم تغيرت أحواله، يقول عندي البيت الراقي زورني أرجوك، ناوي أزور إن شاء الله بزورك، عندي السيارة الراقية، عندي المال، لكن خيفاني عرف الزيد وعمر انه مصاب، يقول متردد سأفحص.
في اليوم تطمني ما فيني. يقول والله بسمع حسام عند الكلام يقول اريد اجيب الفوالة مالي عشان يوني ضيوف ما عندي حد. انادي اولاد اخوي طولي اخوه اصغر عنا يقول اولاده طولي وانا ما عندي حد. امي يقول تضحك علي تقول روح تزوج يا ولدي يقول ما قادر بنقل المرض حاله حد باب لناس. يعني في نوع من يعني بعد الرحمة في خير. المهم الريال ابشركم قبل فترة خطب وتزوج ويقول امي تقرقع بالضحك ميتة بالضحك تقول الحين عاد يوم شاب ودوا الكتاب. فهذه الرسالة يا اخواننا نحن نرسلها. اذا ما ينتقل هذا الفيروس بالمصافحة ولا بالمعانقة ولا بالمخاشم ولو شرب من هذه العلبة لشربت وراه ما ينتقل. ولا دورة المياه عزكم الله ولا الحلاق ولا الفوط ولا دورة ولا حراس السباحة